فهد ما شاء الله انت بتقولي بقى لك كم سنه دلوقتي في النادي الاهلي؟ 12 سنه ما شاء الله، ده يعني وقت طويل. مين المدربين اللي مرنوك خلال 12 سنه؟ والله كان الكابتن مشير حنفي والكابتن سامي مصان طبعا، كابتن سامي مصان في الاول دلوقتي، والكابتن مشير حنفي والكابتن ياسر رجب طبعا، مسكنا 4 سنين، هو اكتر مدرب مسكنا يعني في الفتره دي، والكابتن عمرو انور والكابتن مدحت طه اسماعيل. عدى عليك مدربين كتير. شايفين دلوقتي دي لقطات في المباراه ودي لسه هنتكلم عنها دلوقتي بشكل كبير، فرقه مصر التامين يعني، ودي كانت المباراه اللي بدا فهد يعلم بقى مع الجمهور فيها. الحمد لله. قول لي الاول، انت قبل المباراه دي اتصعدت مع الفريق الاول؟ اتصعدت، قعدنا يوم، وبعد كده قال لك ثاني يوم في ماتش ودي. طبعا بقى الرهبه، اول ماتش ودي مع الفريق الاول وكده، بس فانا كنت في الاول كنت طبعا مبسوط ان انا اول ماتش ليا مع الفريق الاول كده، دي اول مباراه تلعبها. وبعد كده بقى جه كنت مضغوط، بس اول ما نزلت الشوط ما عرفتش اعمل حاجه غير ان انا اجتهد واتعب، لان الشوط ده ممكن يغير حياتي، لان انت بتلعب ماتش ودي في النادي الاهلي. فرصه. وهو ده اللي حصل بعد الماتش يعني، لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عني، بتشيد بادائي. خلي بالك احنا هنقول لك نصايح، عشان برضو انت لسه ناشئ صغير وطالع وكل الناس تبدا تتكلم، فلازم يبقى عندك بقى الايه، ازاي تظبط الامور معاك. بس انا ما ركزتش في الكلام ده خالص. هو كان مثلا حد صاحبي يقول لي مثلا ده بيتكلم عنك كويس، انا كنت اكتر بركز في ان انا اطور ادائي، ان انا اكون كويس مع الفريق عشان افضل مستمر.